سيتوباسك. يعني ايه سيتوباسك؟ يعني بتموت الخلايا بتاع الفيتس في البريجننت وومن. واخطر معاد الاصابه بيها في الست الحامل هو الفيرست ترايمستر. يبقى الفيرست ترايمستر ده اخطر نوع من يعني بتبقى الاصابه فيه بهذه او بهذا الفيروس اللي هو الروبيلا. يعني بيموت الخلايا البروجينيتور سيل بتاعت الفيتس ما بتنموش، فبيحصل له كونجينيتال ابنورماليتي. خلاص عملت سيفير ديستراكشن للسيلز وهي لسه طالعه، يعني هتبتدي تنقسم وتعمل ليفر وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه، وبالتالي هينزل هو العيل عنده كونجينيتال ابنورماليتيز. مفهوم كده؟